السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعدتم مساء، شاكرين لكم هذا التواجد الجميل، وهذا كما عهدناكم دائما فلسطين تجمع، وقد جمعتنا في برات كثيرة وهذه إحدى البرات الجميلة. شكرا لكم مرة أخرى. المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني، البيان التأسيسي، إيمانا بالحق الفلسطيني واستشعارا للمسؤولية الوطنية وتأكيدا على واجبنا الوطني اتجاه أهلنا في فلسطين المحتلة، وتأسيسا لأرضية وطنية جامعة تواكب الأحداث المتسارعة في الوطن وخارجه، وفي ظل الأجواء التي تشير إلى تسارع مريب في تطور العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والغاصب تمهيدا للتطبيع، فقد تنادت مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني البحريني لاجتماع في مقر الجمعية البحريني لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني مساء يوم السبت الموافق 10 نوفمبر 2018، للوقوف على هذه الأخبار المقلقة التي تعد الأخطر من نوعها على حقوق الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة كحق العودة والتحرير، وذلك تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية لتمرير ما يسمى صفقة القرن. ومن هنا قررت مؤسسات المجتمع المدني المجتمعة على الإعلان عن المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني. وترى المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني أن هذه الخطوات التطبيعية تأتي تتويجا للسياسات التي اتخذتها على امتداد السنوات الماضية من قبل العديد من الأنظمة العربية، حيث عمدت إرضاء للإملاءات الغربية إلى تغيير الخطاب في مواجهة الكيان الصهيوني، وحرفت بوصلة الصراع في اتجاهات أخرى، فحولت اهتمام جزء من أبناء الأمة عن القضية المركزية. وعلي تؤكد المبادرة الوطنية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني على الثوابت التالية: أولا، أن أرض فلسطين العربية مقدسة، فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين التي كرمها الله بنزول الوحي على مجموعة من الرسل والأنبياء. لقد سكنها الكنعانيون عبر التاريخ ودافعوا عن حياضها ضد الغزوات التي تعرضت لها وللحق التاريخي ووحدة المصير مع الشعب الفلسطيني. نعلن بأن القضية الفلسطينية هي قضية الأمة العربية من محيطها إلى خليجها، ومسؤولية عودة فلسطين لأهلها والحفاظ على القدس الشريف من عبث الغزاة الصهاينة تقع على عاتق الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية. ثانيا، حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وتأسيس دولته المستقلة وعاصمته القدس الشريف. ثالثا، اعتبار الكيان الصهيوني المعتدي كيان غاصب وقائم على أساس العدوان واحتلال الأراضي العربية، وحق مقاومته مكفول لجميع أحرار العالم. أن أقدام هذه الأنظمة على إلقاء مكاتب مقاطعة البضائع الصهيونية في دولها والسماح لجهات بالترويج لزيارات تطبيعية للأراضي المحتلة، وغيرت المصطلحات اتجاه الكيان الغاصب ليتحول إلى دولة إسرائيل، وبدلا من عصابات الصهاينة
إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، بالإضافة إلى اللقاءات السرية والعلنية مع مجرمي الكيان الصهيوني من قبل مسؤولين في الأنظمة العربية. بناء على ما تقدم، فإننا نحن الواقعون على هذا البيان، وانطلاقا من إيماننا بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى وطنه السليم، وذلك تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت كيان الصهيوني القائم على عقيدة عنصرية كيانا محتلا، وهو قائم قسرا على قتل وتهجير ونهب أصحاب الأرض، فإننا نعبر عن عظيم شجبنا واستنكارنا للصمت الرسمي الغير مبرر اتجاه المبادرات التطبيعية الأخيرة، كما نؤكد وقوفنا التام مع كافة الخطوات الشعبية الرافضة لهذا التطبيع اللي تبنتها مؤسسات المجتمع المدني في وجه المبادرات التطبيعية مع الكيان الصهيوني الغاصب وحلفائه، لما يمثل هذا التقارب من إعلان عن التخلي عن أصحاب الأرض. ونجدد موقفنا الرافض للزيارة المزمعة لوفد صهيوني خلال الفترة المقبلة، ونعلن بأننا بصدد الإعلان عن نداء موجه لكافة مؤسسات المجتمع المدني البحرينية، وذلك لتأكيد الرفض الشعبي للتطبيع مع العدو الصهيوني المجرم، وندعو كافة أبناء شعبنا البحريني للتعبير عن رفضهم القاطع لجميع محاولات التطبيع والالتزام بالوحدة الوطنية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لشعبنا الفلسطيني الذي يشكل طليعة الأمة في واجهة الكيان الصهيوني وقوى الاحتلال الداعمة له. المبادرة الوطنية البحريني المناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني 27 نوفمبر 2018، الموقعون على البيان التأسيسي 1، الجمعية البحرينية المناهضة للتطبيع مع العدو الصهيوني 2، جمعية مناصرة فلسطين 3، جمعية التجمع القومي الديمقراطي 4، التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي 5، الوسط العربي الإسلامي 6، جمعية الصف الإسلامي 7، جمعية المنبر التقدمي 8، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 9، جمعية الشباب الديمقراطي البحريني 10، رابطة شباب لأجل القدس البحرينية 11، الاتحاد النسائي البحريني 12، جمعية نهضة فتاة البحرين 13، جمعية المرأة البحرينية 14، جمعية أهوال النسائية 15، جمعية مدينة حمد النسائية. وشكرا لكم جميعا.